العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضر عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأموال ينهزم وإذن لسحب على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وطرب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم قاصدنا واغفر لنا ما مرضى يا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مرضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام لعل
متبعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مرضايا يا الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك به منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك
ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك به منتقمي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت. إن لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك في دارين. إن له صبرا متى تدعو